انا عندي كيكه شوكولاته محشيه كريمه، بسكوت شوكولاته محشي كريمه، عندي مارشميلو، عندي شوكولاته دارك بش، وعندي هنا شربات سكر، وفي الاخر خالص عندي كريمه الخفق، وعندي هنا شويه لبن بسخنهم جاهز على طول، هننزل فيها الحاجات الشوكولاتة الأول، وفي الآخر عندي شوية شوكولاتة سايحة هنستعملها برضو وإحنا بنصب على طول في الكاس. طيب أنا اللبن عندي بيسخن أهو، هاخد الكيكة هقطعها بس عشان أسهل إن هي تدوب، هنغير خالص الطريقة اللي إحنا بنعمل بيها الهوت شوكلت، هنعمله بطريقة جديدة وبطريقة مختلفة. على طول هنزل حتة الكيك اللبن، وهعمل كده برضو في البسكوت. هديهم بس فرصة كده اللبن يسخن يبتدي يدوبهم فيه. بصوا حضرتك تشوفوا هنا اول ما الكيكه نزلت في اللبن السخن ابتدت زي ما انتم شايفين تتفرول كده وتتفتت، وهيحصل نفس الحاجه مع البسكوت، هياخد بس شويه وقت اطول. نسيبه كده، هجيب الشوكولاته السايحه نحط بس شويه كده. طيب انا ليه حاطط شوكولاته دارك؟ عشان احنا حاطين بقيه المكونات كلها مسكره قوي، الشوكولاته الدارك يمكن ما بتبقاش مسكره زي الميلك شوكليت او زي بقيه انواع الشوكولاته، فبيبقى الموضوع مختلف. نجيب سيرب شوكولاته هنزين بس بيه الكوبايه زي ما احنا متعودين كده، هديها لفه وهسيبها هي بقى تنزل اهو. وهنا خلاص اهو هنلاقي المكونات كلها اتخلطت، احنا مش عايزين اللبن برضو يغلي، انا عايز الحقه قبل ما يغلي على طول، فاول ما هيبتدي يفوم واحس ان هو هيغلي هشيله على طول من على النار. هجهز بس مصفى هنا معلقة كده اهو، وانا عندي هنا شوية شربات هنحطهم ومش كله، هديها كده تقليبة. هنجيب المجر هنقليها الخليط اهو، عشان بس نعرف نصبه في المجات اللي احنا محضرينها. ابتدي اصب، سايب بس شوية كده مساحة عشان نعرف نحط المارشميلو، نحطه اهو. هاجي كده هنعمل حركة ظريفة، هنسيح اهو المارشميلو. التورت دي نفسها اللي احنا بنشتغل بيها دي موجودة
بتتباع دلوقتي تقريبا في كل حته اونلاين، نقدر نجيبها بمنتهى السهوله. بتفرق قوي لما بنعمل مشاريب زي دي في البيت.